السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيي في الله في قناتكم مداومة حبيب للمعلومات. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو كيف استقبال الأموال من الجزائر خارج الوطن. كاين ناس بزاف ما يعرفوش كيف يستقبلوا درهمهم. إن شاء الله في هذا الفيديو نحلوا هذه المشكلة. أغلبية الناس ما يعرفوش كيف يستقبلوا عملة الأورو. إن شاء الله نحل هذه المشكلة بإذن الله. ما هي الطريقة؟ ما هي أفضل بنك في الجزائر استقبال الأموال من الخارج بعملة الأورو؟ أختي أخي، إلى عندك واحد صاحبك ولا لافامي حاوس يبعث لك دراهم من الخارج إلى الجزائر، وجدتك صعوبات في استقبال أموال، نعطيك الحل خويا. قبل تشغيل هذا الفيديو خويا ما تنساناش اشتراك وتفعيل الجرس. كل ما نحط فيديو جديد يوصلك انت اول فيديو. خويا اختي، اولا لازم تفتح كونت اورو. لازمك تفتح كونت اورو في البنك البدل، الفلاحة والتنمية الريفية. هذا هو افضل واحسن بنك في الجزائر، هو البنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك البدر. وجد معك دوسي، دي معك شهادة ميلاد، إقامة، زوج تصاوير، بطاقة تعريف الوطنية، و500,000 دينار جزائري. تفتح كونت دينار جزائري، وتعاود تاني تفتح كونت أورو بي سي كونت، 50 أورو حوالي بدينار جزائري مليون. تعطيهم هذايا، يعطيك واحد الورقه فيها المعلومات تاعك كارني، يعطيك واحد الدفتر، الدفتر هذايا نتاع الدينار، دينار جزائري. ويعطيك واحد لورفي، ورقه فيها المعلومات الشخصيه نتاعك، فيها الاسم واللقب، وفيها رقم الريب نتاعك تاع الاورو. تصور له الورقه وتبعثها لافامي ولا صاحبك ولا حبيبك ولا داركم ولا اي واحد عندك في الخارج. تعطي له الروسو، يبعث فيها دراهم، ومن بعد نهار توصلك الدراهم في الكونت تاعك، تروح تخرجها بالعملة الصعبة بالأورو بدون أي مشاكل. خوتي، هذه الطريقة استقبال الأموال، هذه معناه في حال استقبال أموال وليس إرسال. هنا في الجزائر ما تقدرش ترسل دراهم لواحد الخارج، ما تقدرش. كاين بنك إن شاء الله ندير عليها فيديو خاص هذا تاع كيفاش ترسل دراهم من الجزائر الى خارج الوطن. ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص بارسال. بهذا الفيديو نتكلموا على استقبال دراهم، سواء بالدينار، عفوا بالاورو ولا بالدولار، نفس الشيء. فهمتوا خوتي؟ واحسن وافضل بنك هنا بدر، الفلاحة والتنمية الريفي. هذا هو احسن وافضل. لا مثال، يبعث لك واحد 500 أورو ولا 1000 أورو، البنك تاع البدر يعطيها كاملة، ما يعطيش نص كيما البنوك الأخرين بدون نذكر أسماء البنك الأخرين. كيما البنك هذا البدر خوتي يعطيك دراهمك كاملة، أورو كاملة. مثال يبعث لك 1000 أورو تخرج 1000 أورو، تخرج مثال يبعث لك سيد 10,000 أورو تخرج 10,000 أورو. مش مال الأخرين، البنوك الأخرين يعطيك نص أورو نص دينار، فاهم معناها؟ فيها صعوبة شوية، وفيها شوية تعقيدات، وفيها شوية مشاكل في البنك البدر، وما فيها لا مشاكل لا والو. فهمت خوتي؟ هذا خوتي، هذا هو استقبال أموال في أي دولة. خوتي لازم لك السيدي يبعث لك دراهم، لازم تكون عملة الأورو وليس عملة محلية، مثلا نقولوا عملة قطرية ولا عملة سعودية ولا عملة مثلا مغربية ولا عملة تونسية، والو. لازم تكون عملة الأورو. هذه تقتل استقبال الأموال في الجزائر. كاين ناس ما يعرفوش كيفاش يستقبل الأموال تاعهم. هذه الطريقة الوحيدة تقدر استقبال دراهمك، هي كما قلنا البدر. فهمت خوت؟ اللي عنده مشكلة ولا ما يعرفش كيفاش يستقبل دراهم ولا ما يعرفش كيفاش يدير، خوتي اتصل بيا. دوك ندير لكم نيمرو التليفون تاعي، ندير لكم التواصل الاجتماعي، المواقع التواصل الاجتماعي، تواصلوا معايا اخوتي بدون اي مشاكل. ما يعرفش كيفاش ولا جاتو صعوبات ولا، يتواصل معايا ونزيد ثاني نزيد نفهمه.
نخليكم ثاني واتساب فايفر جميع التواصل الاجتماعي نخليها لكم اسفل هذا الفيديو. تواصلوا معايا اخوتي، وهذه هي اخوتي، المهم انتم دعمونا بالاشتراك خوتي، بارطاجونا هذا الفيديو، ناس استفاد، ناس كاين ناس ما تعرفش كيفاش استقبال الاموال، فهمت اخوتي؟ وهذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.